السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن الدوال المثلثية للزوايا الجزء الثاني لمادة الرياضيات 4 ريض 262 للمستوى الثاني العلمي. خلونا مع بعض نستعرض هدفنا لدرس اليوم. فهدفنا يقول أن نستعمل زاوية الإسناد لإيجاد القيم الفعلية لدالة مثلثية. فخلونا مع بعض ناخذ أول مثال. فعندنا عشان نوجد قيم الدوال المثلثية راح ناخذ خطوات راح نمشي عليها. فعندي أول خطوة لازم نوجد زاوية الإسناد. طبعاً إحنا في الدرس السابق خذنا تمارين مفصلة لكيفية إيجاد زاوية الإسناد، إذا حبيتوا رجعوا حق ذاك الدرس تدربوا عليه عدل في كيفية إيجاد زاوية الإسناد عشان تكونون متقنين. فأول خطوة إيجاد زاوية الإسناد. فالخطوة الثانية عندنا أوجد قيمة الدالة المثلثية لزاوية الإسناد ثيتا برايم. الخطوة الثالثة حدد إشارة قيمة الدالة المثلثية للزاوية باستعمال الربع الذي يقع فيه الضلع النهائي للزاوية. طبعاً إحنا خذنا من قبل أن المحور يتقسم إلى 4 أرباع. الدوال المثلثية الست على حسب موقعها في أي ربع راح تكون إما سالبة أو موجبة. فخلونا نشوف مع بعض. فعندي جميع الدوال في الربع الأول دائما تكون موجبة، أما الربع الثاني فجميعهم سالبة، فقط الساين ومقلوبها راح تكون موجبة. أما الربع الثالث فعندي التان ومقلوبها فقط الموجب، أما الباقي سالب. أما الربع الرابع فعندي الكوساين ومقلوبها راح تكون موجبة. طبعا هاي الشيء لازم نحفظه حفظ، أوكي؟ لأن من خلاله راح نوجد قيمة الفعلية للدوال المطلوبة عندنا. فخلونا مع بعض نستعرض أول مثال. فعندي السؤال يقول أوجد القيمة الفعلية لكل مما يأتي. فعندي قيمتين فعليتين نبي نوجدهم. خلونا مع بعض نحل أول سؤال. عندي السؤال يقول أوجد القيمة الفعلية لكل مما يأتي. نبي نوجد سيكنت 120 درجة وبعدها راح نوجد ساين 330. فعندي قلنا أول خطوة لازم نوجد زاوية الإسناد. طبعاً 120 تقع في الربع الثاني، فراح نقول أن زاوية الإسناد هي 180 ناقص 120 يساوي 60 درجة. فزاوية الإسناد عندي إياها 60 درجة. نبي نعرف السيكنت تقع في أي ربع 120؟ قلنا في الربع الثاني، لأن هي في الربع الثاني فراح تكون سالبة، فراح ناخذها بالسالب، فراح نقول سالب سيكنت 60 درجة. طبعا نعرف ان السيكنت هي مقلوب الكوساين، فراح نقول سالب تتم مثل ما هي فوق، سالب 1 على كوساين 60 درجة. نحطه مثل ما هو في الكالكوليتر راح يعطينا سالب 2. بكذي انتهينا من السؤال الأول. خلونا نشوف مع بعض حل السؤال الثاني. فعندي أول شيء أن الزاوية 330 درجة. 330 تقع في أي ربع؟ لأن هي أكبر من 270 فراح تقع في الربع الرابع، فراح نقول أن زاوية الإسناد هي 360 ناقص 330 راح يعطينا أن الثيتا برايم تساوي 30 درجة. فبكذي أوجدنا زاوية الإسناد. خلونا مع بعض نتذكر الساين لأن هي تقع في الربع الرابع فلازم ناخذها بالسالب، فراح يكون عندي سالب ساين 30 درجة يساوي سالب نص. طبعا أنتوا تتسائلون
احنا اصلا ساين 330 درجة نقدر دايركت نوجدها في الكالكوليتر، صح ان احنا نقدر نوجدها في الكالكوليتر، لكن في بعض الزوايا ما راح تطلع لنا القيمة الفعلية، راح تطلع لنا الجواب بالبوينتات وهذه ما يعتبر قيمة فعلية، فاحنا لازم نوجدها كخطوات لما نوصل حق الجواب النهائي. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول مثالين لإيجاد القيم الفعلية للدوال المثلثية لما تكون عندي الزوايا بالدرجات. خلينا نشوف مع بعض لما يكون عندي الزوايا بالراديان. فعندي أول مثال أبي أوجد ساين 3 باي على 4، لأن إحنا عندنا إياها بالراديان فأول خطوة أحتاج أحولها إلى الدرجات. فعندي شلون أحولها من الراديان إلى الدرجات؟ راح نضربها في 180 درجة على باي راد، فراح نختصر الباي مع الباي راد، وراح أضرب 3 في 180 على 4 راح يعطيني 135 درجة، فهذه الثيتا اللي عندنا إياها اللي هي نفسها في السؤال مقابلها بالدرجات. بعد ما أوجدنا الثيتا بالدرجات نحتاج نوجد زاوية الإسناد اللي هي ثيتا برايم، فعندنا أن 135 تقع في الربع الثاني، فلازم أقول أن الثيتا برايم هي 180 درجة ناقص 135 درجة يعطينا 45 درجة، فال 45 هي زاوية إسناد ال 135. بعدها راح نوجد ساين 45 درجة يعطينا في الكالكوليتر جذر 2 على 2. كذي انتهينا من مثالنا الأول في كيفية إيجادها لما يكون عندي إياها بالراديان. خلونا ننتقل إلى المثال الثاني. فعندي السؤال يقول كوساين 5 باي أوفر 3، مثل ما سوينا في السؤال السابق نفس الشيء هني، أول خطوة راح أحول من الراديان إلى الدرجات، فراح نضرب في 180 على باي راد، راح نختصر الباي مع الباي راد ونضرب 5 في 180 على 3، فراح يعطينا 300 درجة. طبعا 300 موجودة في الربع الرابع، فراح نقول أن زاوية الإسناد هي 360 درجة ناقص 300 فيعطينا 60 درجة. طبعا لأن الكوساين موجودة اللي هي 300 في الربع الرابع، والكوساين في الربع الرابع عندي إياها موجبة، فمثل ما هي باخذها، فراح يكون عندي كوساين 60 درجة يساوي نصف. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من مثالنا لليوم ودرسنا لليوم. شكرا لحسن استماعكم ونلقاكم في دروس أخرى ومع السلامة.